انت يا ابني ايه في ايه؟ دينا مالها؟ 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 انت مش شايفها بتعيط، اوعى تكون زعلتها. يا عم زعلتها هي خطيبتي، ما تعقل كلمه عم جابر، ده انا شغال عندها، وبعدين ما هي عندك فوق، هي ما تطلع تسالها. هو انتوا جايين منين بالظبط؟ كانت سهرانه مع واحد صاحبها. صاحبها؟ انت بتقول ايه؟ ازاي الكلام دوت؟ ازاي يعني؟ يا عم ازاي؟ ازاي الناس صاحبها يعني صاحبها؟ هي دي فيها ازاي؟ دينا صاحبها؟ عليه العوض ومنه العوض. الله يرحمك يا محمد بيه، لو كان عايش ما كانش حصل الكلام ده ابدا. مامي 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 مامي. بس يا حبيبي مالك؟ مالك في مامي مامي؟ مالك يا حبيبي مامي؟ ما تخافش، انا هنا انا هنا مامي. انا هنا، مامي راحت عند النعناع عشان كانت عايزاه في موضوع كده. ما تخافش انا جنبك مش هسيبك. كنت بحلم بابا بيصحي. ايه ده، حلمت بايه؟ مش عارف، بس كان بيبوسني من راسي. يا بختك، ده وحشني قوي. عامل ايه لما يوحشني عشان بطني ما توجعنيش؟ ايه ده، انت بطنك بتوجعك لما بيوحشك؟ اه بتوجعني قوي. انا هقول لك، تروح على المطبخ تعمل سندوتش كبير قوي قد كده، تاكله كله 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 كده على بق واحد. طب ممكن تنامي جنبي؟ اه طبعا ممكن. يلا وسعني. خد ال 200 جنيه دول يا عامر. ليه يا دينا كل ده؟ ده كتير قوي والله. عادي يعني. عادي؟ لا مش عادي. بص بقى، أنا عايزة ولاءك كله يبقى ليا، أنا مش لأي حد تاني. وأي حاجة تحصل مش عايزة أي حد يعرف عنها أي حاجة. سواء بقى أنت شايف الحاجة دي صح غلط، مالكش دعوة. وأنا هظبطك، قشطة؟ قشطة، ده أنت بنتي. أنت كده حبيبي. ايه يا تامر انت فين؟ جينا جينا يا سمدة. بسم الله. شنطتي دي لازم تتوضب كل يوم. You have to clean it every day. Do you understand? Yes. ما بيكلش سندوتشاته؟ فين دينا؟ She's not here. هي نزلت. امشي خدي دي نظفيها. انت فين يا دينا؟ درس ايه وزفت ايه؟ وليه ما استأذنتيش قبل ما تنزلي؟ حتى لو مش موجوده تتصلي بيا برضو تستأذنيني، تخلصي الدرس وترجعي البيت على طول. انت فاهمه؟
عامر ممكن تنزل؟ انزل؟ اه تنزل. في ايه؟ عندك حق، ما انا لسه واخد 200 جنيه، يعني لو عايزانا نقعد جنب تامر ممكن اعمل كده. شكرا. عفوا يا اخي. ادينا بقينا لوحدين. ايوه. Kiss me first. Never like ever. ليه بس؟ كده، انت عايز ايه بقى؟ بصي بقى، انا بحبك. المفروض انت كمان ولا ايه؟ Sure ولا ايه؟ طيب، في حاجات بتحصل بين اي اتنين بيحبوا بعض. الحاجات دي مش بتحصل ما بيننا يا دينا. I think انه it's time. بس انا ما اقدرش اعمل كده. خايفة من مين؟ ومن ايه؟ No one will see us. بس ربنا شايفنا. اه صح، بس احنا ممكن نتجوز عرفي وبس. And that's it. دينا! دينا! ممكن تفهميني ايه ده؟ ايه يا مامي صورتي انا واصحابي؟ والله ميرسي قوي على المعلومة. انا بتكلم على المكان اللي انت متصورة فيه. من امتى يا هانم بتروحي اماكن زي دي فيها سكر ومسخرة وشرب وناس سكرانة؟ وانت اتجننتي؟ انا بصراحة مش عارفة حضرتك متنرفزة ليه؟ حضرتك شايفة ان هي فيها حاجة غلط؟ لا ابدا مفيش حاجة غلط. ازاي واحدة في سنك بتروح اماكن زي دي؟ انت شايفة نفسك محترمة؟ محترمة. طب هاتي كده بس ثانية. كايرو زوم حلو قوي، تعالي ننزل تحت بقى شويه. مين دي؟ مش دي انتي؟ سوري مش دي حضرتك؟ قولي لي بقى ازاي واحده في سنك جوزها لسه ميت تكون في اماكن زي دي؟ لا وايه؟ صحابي الولاد يجوا يوروني صورك ويقولوا لي اوه مامتك مهزه. انتي بقى شايفه نفسك كده ام محترمه؟ انا هعرف اربيكي. هاتي. ها وصلت دينا؟ اه وصلتها فين؟ وصلتها مطرح ما وصلتها بقى يا عم جابر. ايه يا ابني مالك؟ مالك وشك مخطوف كده ليه؟ مفيش. لا في حاجة، اوعى تكون زعلان من ساعة الصبح. قول يا ابني فضفض، قول اللي جواك. بنتي تعبانة شوية. ألف سلام عليها، مالها؟ تعبانة من ايه؟ مرضانة بقى لها كام يوم، والدكاترة اللي عارفين السخونة سببها ايه ولا عارفين ينزلوا درجة حرارتها، ومراتي خدتها وراحت الحميات. الدكاترة قالوا لها احتمال يكون في فيروس في المخ. انا خايف عليها قوي يا عم جاب. ما تخافش يا ابني ما تخافش. لا اله الا الله. وايه اللي بيحصل في بيتك ده؟ بنتك عيانة وابنك بيتجبس ومراتك كل شوية عند الدكتور. اوعى تكون يا ابني بتكذب ربنا في حاجة أو بتدخل قرش حرام على بيتك. حرام يا عم جابر؟ راجل سواق على باب الله، هأكلهم منين حرام يعني؟ والله بقى أنت أدرى بنفسك. الدنيا دي يا ابني هات وخد، داين تدان. وبعدين بقى أنا بصراحة قلبي مش مرتاح لك، واللي بيحصل في بيتك ده ليه سبب وحكمة. جايز تكون قرصة ود أو إشارة من ربنا بيقول لك فوق فوق والحق نفسك. ربنا يمهل ولا يهمل. وبعدين لو في شر لحد في قلبك هيتردلك، وهيتردلك في أقرب الناس ليك. ومين بقى أقرب الناس ليك غير ولادك؟ إيه يا ابني بتعيط ليه مالك؟ في إيه يا ابني مالك؟ في كتير يا عمي جاب. قول يا ابني مالك؟ قول. اتكلم يا عمي جاب. اتكلم. اتكلم وأقول كل حاجة. قول. والنبي يا رب. والنبي يا رب ما توجع بنتي بذنبي يا رب وبوسختي. هتكلم واقول كل حاجه، بس هقول لمدام هانيه كل حاجه. هتكلم واقول كل حاجه. هتكلم. طب ايه يا دينا؟ هنتجوز بقى ولا ايه؟ هنتجوز ايه يا عم؟ انا عارفه انك بتشتغلني عشان ادخل معاك جوه. فيكس الحوار ده. طب خلاص. خش معايا جوه من دلوقتي من غير اي حوارات.
لا طبعا مش هعمل. طيب خدي علي. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. انت بتتكلم على بنتي انا؟ يا مدام والله العظيم زي ما بقولك كده، انا لسه موصلة عند واد صاحبها اسمه تامر واهله مش في البيت وخايف لا يعمل فيها اي حاجة. يا نهار اسود شريف الحقني تعالى معايا. يلا يلا يا ولاد خدوني معاكم. خليك انت يا ماما خليك. شريف سو انت